السلام عليكم. ان شاء الله ده هيكون ليسن 3 من يونت 7. طبعا كالعاده هنعمل ايه؟ نبص على الكلمات الاول. يلا بينا. اول حاجه مكتوب دلتا النيل اسمها نايل دلتا، نايل دلتا، نايل دلتا. بعد كده عندي منطقه يعني اريا اريا اريا. طيب انا عندي دي وير، وير يعني اين، صح؟ وير يعني اين لو هي اداه استفهام، وده هنعرفه في الجرامر. طب انا اعرف منين ان هي اين؟ لو جه بعدها هيلبنج فيرب، يعني وير دو، وير داز، وير از، where are، where اي helping verb تبقى معناها صح، اداه استفهام معناها فين. ولكن لو قلت where you play او where you اي حاجه من غير helping verb، يعني اي حاجه تانية ما عدا helping verb تبقى معناها حيث. يعني مثلا عايز اقول المكان اللي انت بتعيش فيه او المكان حيث تعيش اسمها where you live، where you live المكان اللي بتلعب فيه، where you play المكان اللي بتاكل فيه، where you eat فدي معناها حيث، يعني اللي المكان، اللي المكان حيث. طيب لو حد بيخبط وانت قلت له ادخل فيدخل يعني enter 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 enter. بعد كده عندي رز يعني rice rice rice، والكلمة دي ما بتتجمعش، ما ينفعش اقول rices، ما ينفعش اقول rice رزايا، ما ينفعش. هي كلمة بتتعامل معاملة كده، معاملة الكميات، اسمها rice rice rice. عايز بقى تقول رز كتير much rice much rice، بس ما تقولش rices، ما في والله العظيم ما فيش، هي rice rice. بص الار rice. حار او حران يعني اسمها hot 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 hot. لو حاجه فاضيه اسمها او فارغ اسمها empty empty empty، وهنا ال p silent empty empty. عندي بقى الكثبان الرمليه، دي اسمها كثبان رمليه او تجمعات رمله كبيره، يعني بيقول عليها sand dunes sand dunes dunes dunes. لو حد بيربي حيوان فبيقول عليه هو بيكيب animals، keep animals يعني يربي حيوانات، keep animals keep animals. في بقى الفارم animals، فارم animals فارم animals دي الحيوانات اللي في المزرعه زي البقره والجاموسه والكلام ده كله، ها فارم animals animals. طيب لو في حاجه بنستخدمها في الزراعه او بتكون كويسه في الزراعه فبنقول عليها good for farming، good for farming. يعني مثلا عايز اقول ان البقر بيكون كويس في الزراعه، هقول مثلا cows are good for farming. good for farming حاجه صالحه للزراعه، حاجه كويسه او بتساعد في الزراعه، ها good for farming. طيب لو في فلاح ففلاح يعني farmer farmer. بص الار اللي في النص والار اللي في الاخر بعلقها ما قلتش farmer farmer farmer. الفلاح بيزرع نباتات، فيزرع نباتات يعني grow plants grow plants grow plants. والقطن ده اسمه قطن قطن قطن، مش عايز تقولها قطن قولها قرن 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 قرن. مش عايز تقولها قطن ولا قرن خليها قطن قطن، بس الاحسن قطن قطن. القمح ده اسمه wheat 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 wheat. والبلح ده اسمه dates 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 dates. والزيتون ده اسمه olives 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 olives. والتين ده اسمه figs 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 figs. والعنب ده اسمه grapes 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 grapes. واي مكان مكان عموما يعني place 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 place. بعد كده بيقول لي شبه جزيره سيناء. طبعا انا كمدرس انجليش مش مطلوب مني ولا من اي حد مش في تخصصه ان يقول يعني ايه شبه جزيره سيناء، ولكن ده هياخدها بقى في 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 كلاسز تانية او في تخصصات تانية. ولكن شبه جزيره سيناء بالانجليش يعني سيناي بيننسولا سيناي بيننسولا. تاني سيناي بيننسولا. الارض دي يعني لاند 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 لاند، اي مساحه من الارض تبقى لاند لاند. طيب لو في سلسلة جبال فسلسلة الجبال دي اسمها mountain range mountain 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 range range. طيب في حاجة اسمها الثقافة البدوية اسمها bedouin culture bedouin culture. ايه هم ايه هي الثقافة البدوية؟ هم البدو اللي بيعيشوا في الصحراء، دول بيبقى عندهم ثقافة وعادات وتقاليد غير بقى مثلا الناس اللي عايشين في مصر، غير اللي عايشين في اسكندرية، غير اللي عايشين مش عارف ايه، فدول لهم ثقافة لوحدها اسمها bedouin culture bedouin culture. الصخور دي يعني rocks 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 rocks. السد العالي اسمه high dam high dam high dam high dam، وده بنستخدمه علشان نجيب منه كهرباء، وكهرباء يعني electricity electricity هتيجي دلوقتي، وكهرباء يعني electricity
electricity electricity تعرف لساني يخبط في سقف بقي ويجري electricity صعبه خليها electricity لحد ما تبقى electricity electricity. طيب لو في حاجه مهمه جدا بنقول عليها important او الافضل important 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 او ما تلاقي حرف الار بعديه حرف التي وقف التي important زي department department زي قلب يعني heart 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 يجرح او يعور يعني hurt hurt hurt. طيب لو حد مشهور زي لا زي ده اسمه famous famous حد مشهور بنقول عليه famous famous. لو حد جميل بقى بنقول عليه beautiful beautiful بالراحه beautiful beautiful صعبه خليها beautiful beautiful الاحلى beautiful beautiful ليه عشان التين ما بين تو فاولز beautiful. طيب لو عايز اقول تبدو حمراء يعني لونها يبدو احمر زي صخور حمراء كده فبنقول عليها كده بص تبدو حمراء يعني look red look red look red. طب تبدو خضراء look green look green. طب تبدو صفراء look yellow look yellow بس كده. طيب لو انا واقف وحواليا حاجه مثلا حواليا حاجات كتير او حاجه حواليها حاجه بنقول عليها around 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 around. فمثلا عايز اقول حوالين الترابيزه وبشارع الترابيزه ممكن اقول around it around it. بدل ما اقول around the table ممكن اقول around it around it around it around it يعني. طيب عايز اقول مثلا معظمها يعني مثلا الرغيف انا اكلت معظم الرغيف يعني اكلته كله ما عدا لقمه فكده معظمه تمام فدي اسمها most of it 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 او most of it بص of it most of it most of it. لما تلاقي حرف التي في الاخر خالص وقبليه حرف فاول يعني حرف متحرك زي ال a وال i وال o وال u وال e اي حرف من دول بعدين حرف التي خلي التي بعد كده يتحكم في حاجه يعني مثلا واحد معاه ريموت التلفزيون وبيتحكم ان هو يغير القنوات فدي اسمها control 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 control. اما بقى يستخدم او يستعمل اسمها use use واقدر اقول عليها كمان use use. طب انا ليه قلت use عشان الاس ما بين تو فاولز ما بين حروف متحركه بقت use use الاثنين صح. طيب يبني يعني build 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 يبني بقى بيت يبني سان كاسل قلعه رمليه يبني اي حاجه يبني يعني build build. شفت انت الناس اللي بتتسلق على الجبال كلمه تسلق يعني climbing climbing climbing. وخد المعلومه دي كل ما تلاقي حرف الام مع حرف البي حرف البي ها البي مش البي لا البي ام مع البي زي ما مكتوب في البورد كده حرف البي بيبقى سايلنت زي كم مشت سي او ام بي ما تتنطقش زي بلامر بلامر سباك بي ال يو ام بي اي ار ما تتنطقش ها بلامر كلايم كلايمينج كلايمينج كم كم لام لام اللي هو الخروف الصغير ال اي ام بي البي ما تتنطقش يبقى اي ام مع البي ما تنطقش البي الا بقى في شويه حالات هتبقى حالات شاذه يعني زي كيو كومبر كده اسمها كيو كومبر دي بتتنطق بس انا بقول لك يعني ان في شواذ. طيب شايفين الدوريه دي الدوريه دي لو هنعتبرها رغيف عيش ورغيف العيش ده انا اكلته كله فبقول عليها all of it all of it all of it all of it. انما لو اكلت كله ما عدا مثلث او مثلثين فبقول عليها most of it most of it most of it يبقى كلها all of it all of it. انا اكلت التفاحه كلها all of it all of it. المتحف ده يعني ميوزيوم 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 ميوزيوم. طيب والمبنى ده مبنى يعني building building. طيب وبكده نكون خلصنا الكلمات كلها وبعد كده عندنا الفقره بتاعه الريدنج وانا اللي بقول لكم اهو المعلومات اللي موجوده في الريدنج ده صعبه جدا جدا ومش مطلوب ابدا ان ابني يحفظها ولكن يعرف بقى شويه معلومات يعني مثلا هتكلم عن الدلتا هتكلم مثلا عن الهاي دام هتكلم حاجات بسيطه وانا اللي بقول لكم مش مجبرين خالص ان ابني يحفظ كلمات يحفظ حاجات ضخمه كده وهو لسه في سنه تانية يعني ولكن خلينا نحاول نترجم القطعه دي او القطعه اللي جايه دي ونعرف منها شويه معلومات يلا بينا. اول حاجه مديني بيقول The Nile Delta is an area The Nile Delta is an area in Egypt. طيب بيقول لي ان الدلتا دي مكان في مصر ها with lots of farmland في اراضي زراعيه كتير وهنا بيقول لي ايه هي الدلتا دي
A delta is a place. الدلتا دي عبارة عن مكان. Where? حيث. حيث يعني اللي. يبقى A delta is a place where. إن الدلتا دي المكان اللي. إيه بقى اللي بيحصل فيه؟ The river enters the sea. The river إن النهر enters the sea. النهر فيه بيدخل على البحر. ده بيعمل إيه بقى؟ This makes the land good for farming. وده بيخلي الأرض صالحة للزراعة، كويسة انك تزرع فيها. طيب بعد ما بتبقى كويسة في الزراعة الفلاحين بيعملوا فيها ايه؟ Farmers الفلاحين grow بيزرعوا rice, cotton and wheat، رز وقطن وقمح. طيب تعال نشوف الصورة اللي بعدها والقطعة اللي بعدها بتقول The desert is hot. الصحراء بتكون حر جدا and empty وفاضية ما فيهاش اي حاجة. There are sand dunes. فيها كثبان رملية. There are some animals. وشوية حيوانات. But not a lot of plants. وما فيش نباتات كتير. تاني. The desert is hot and empty. There are sand dunes. There are some animals. But not a lot of. بس. But not a lot. But not a lot. بس التينة كلها قبلها حروف vowels. طب لو انا عايز اخطفها كلها بقى بس بقولها كده بس. But not a lot. Not a lot. Not a lot. Not a lot of plants. طيب ما فيهاش نباتات كتير. طيب بعد كده بيقول لي an oasis is a place in a desert where there is water. ان الواحة دي عبارة عن مكان في صحراء وهناك حيث يعني او الواحة دي بيكون فيها مية. بيقول لي كمان there are also trees and plants. وكمان حوالين الواحة يعني بيكون في ايه بقى؟ trees and plants. trees شجر، plants نباتات. people can use the water to grow dates. people الناس can use the water بيقدروا يستخدموا الميه to grow dates عشان يزرعوا بلح olives وزيتون figs وتين and grapes وكمان عنب. they can keep farm animals too. they can keep farm animals too وكمان هناك بيقدروا ها keep farm animals ان يربوا حيوانات بتساعدهم على الزراعه. حيوانات ايه اللي قلنا عليهم؟ الكاوز والبافالوز والكلام ده كله. طيب بقى كده بيديني الصوره دي وبيقول the Sinai Peninsula شبه جزيره سيناء is an area of land. is an area of land ده عبارة عن منطقة من الأرض. with water around most of it. with water around most of it وحواليها بيكون أو معظمها يعني بيكون حواليه مية. طيب بعد كده بيقول the Sinai mountain range is very famous. وهناك كمان في جبال بتاعة سيناء، سلسلة الجبال اللي هناك مشهورة جدا. طب بص كمان بيقول ايه there are mountains in the desert too. لا وكمان في جبال في الصحراء. People visit the Red Sea Mountains. People الناس visit بيزوروا ها the Red Sea Mountains جبال البحر الأحمر to walk and learn about Bedouin culture عشان يمشوا ويتعلموا أكتر عن الثقافات البدوية أو الثقافة البدوية. The mountains are beautiful. الجبال حلوة قوي، تحفة جدا. And the rocks look red. وكمان الصخور هناك لونها أحمر. طيب بعد كده مديني آخر صورة بيقول the high dam is very big. The high dam is very big. السد العالي ده كبير جدا جدا. It's about 70 years old. ده معمول يجي بقاله 70 سنة. People built it to control the Nile. تاني. People الناس built بنوه لان انا تي تصريف تاني من build. build يبني، built بنى. يبقى بيقول لي people built it الناس بنوه to control عشان يتحكموا ها the Nile River يتحكموا في نهر النيل. They also use it to make electricity. They also use it to make electricity. ده كمان بيستخدموه علشان يعملوا يجيبوا كهرباء او يولدوا كهرباء. It is very important. It's very important. ده مهم جدا جدا جدا. طيب طبعا واضح جدا ان هي قطع بجد صعبة وبجد محتواها تقيل جدا جدا. ايه المطلوب منكم؟ ان الولد بس يسمع الباسج باي باسج قطعة بقطعة عشان يسمع بس النطق، ولما يكبر ما 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 يسمعش نطق غريبه ويقول ايه النطق ده، انا اول مره اسمع النطق ده. ولكن طبعا مش مطلوب منه انه يحفظ المعلومات الضخمه اللي فيه. طبعا هتبقى في الاكسرسايزز معروف بقى ايه هي السنتنسز المفروض تعرفها. كده كده هتحلوا الاكسرسايزز والهوم ورك بتاعكم وتيجوا على جروب الفولوينج اب، لو في اي حاجه هنظبطها مع بعض او هنحلها مع بعض ونصححها لكم. طيب ان شاء الله دي هتكون ليكشن نمبر 2 في الفوناتكس، وهنا هكلمك عن حاجات مهمه قوي قوي قوي. بس هفكرك الاول احنا قلنا ايه في الليكشر اللي فاتت، وهتكلم بقى بالراحه عشان هبدا اشرح. اتكلمنا في الليكشر اللي فاتت عن ان احنا عندنا 26 letters فيهم 44 sounds، وان ال 44 sounds او ال 26 letters فيهم vowels، هما 5 vowels ودخلنا معاهم الواي. وبعد كده عندنا الباقيين consonant او السواكن، وقلنا كمان ان مفيش كلمه في الانجليش ما فيهاش
vowel، والا الكلمه دي مش هتبقى اصلا كلمه صحيحه، لازم يكون فيها حرف من الاي والاي والاو واليو والاي او حرف الواي. اتفقنا؟ طيب ايه هي الساوندز وايه هي، بغض النظر عن المسميات خالص، لا تسمي نفسك بقى ولا تشغل بالك بمسميات، لا شورت فاول ولا لونج فاول ولا الكلام ده كله، ركز معايا هنا وبس. طيب زي ما قلت لك قبل كده الفاولز هم دول هنتكلم عنهم في كلاس لوحده، تشغلش بالك بيهم، هم الاي والاي والاو واليو والاي والواي، اهم دول احفظهم قوي اكتر من اسمك، مش عايز منهم حاجه النهارده. طيب ايه بقى النهارده؟ النهارده هنتكلم على الساوندز او الكونسوننت ساوند، السواكن. هنجيب حرف زي الاي، الاي ده كونسوننت ولا فاول؟ الاي لا ده فاول، يبقى مش هنتكلم عنه، ما بنحبش نتكلم عن حد ما بنعرفه، خلينا في الايه في الكونسوننت. حرف البي هنقول له يا بي يا بي، اسمك بي، صوتك ايه؟ يقول لي صوتي ب ب ب، تاني ب ب ب، مره كمان ب ب ب ب ب ب، صوتي ب ب ب. زي ايه؟ زي كلمه بوي، زي كلمه باد، زي كلمه بيل، بيل او بيل، كل ده صوته، يبقى اسمه بي صوته ب ب ب. خلاص انا لو سالتك دلوقتي هقول لك على اي حرف تقول لي ايه، يلا ده اسمه ايه؟ اسمه ام، صوته م م م، زي مون، زي ماي، صح صح والله، زي مات، زي ماد. طيب بلاش، قول لي صوت ده اسمه ايه؟ اسمه ايس، صوته س س س، زي ايه؟ زي صن، زي سون، صح صح والله، زي ست، زي ست، كل ده صح وانت بتقول كلام صح الصح. طيب طيب انت اسمك ايه؟ انا اسمي ار، ار. طيب صوتك ايه يا ار؟ صوتي الرح، رح رح. بص ار بتخلي شفايفك مدوره كده كانك هتبوس كده، ولسانك مقلوب جوه، ار ار، زي راي، زي رين. حتى لو هتقول كلمة رامي بالانجلش، رامي، ها رامي رامي. طيب ده كلام جميل جدا جدا جدا. طيب يا مستر، طب ما احنا كده نعرف نطلع الساوندز بسهولة جدا، انت بقى تعبنا وعامل محاضرة كاملة؟ لا، في بقى الكلاس ده انا عامله مش علشان، طب ما انت بقى الزد هيبقى ز ز ز، والام م م، والان ن ن، والبي ب ب ب، والبي العاديه ب ب ب، والتي ت ت ت، والكلام ده كله. في بقى حروف اصواتها مختلفه شويه عن اسمها، بمعنى الصوت ده او الحرف ده، ده اسمه حرف ايه؟ دبليو، دبليو. الصوت بتاعه ايه؟ صوته و و و، تاني و و و، زي الكلمه دي واي واي واي، زي الكلمة دي وين وين، زي الكلمة دي وان وان. يبقى طول ما انت شايف صوت حرف ال W صوته ايه؟ و و و، تاني و و و، ماشي دي سهلة يا مستر. اديني صوت تاني مختلف عن اسمه. طيب صوت تاني مختلف عن اسمه، الحرف ده اسمه ايه؟ H H، الساوند بتاعه ها ها ها. انا بقول الكلام ده بسرعه لان انت عارفه، انا عايز ادخلك في الحاجات التقيله بسرعه. اتش ها ها ها، زي ايه؟ زي هات، زي ايه كمان؟ زي هات، صح، زي هورس، صح يا مستر. الاتش صوته ها 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 ها، تاني ها ها ها. طيب يا مستر ممكن تديني حاجه كمان صوتها مختلف؟ الاكس ده صوته مره ز ومره اكس عادي، بس انا مش هكلمك عنه دلوقتي عشان انت مش هتقابله، فما تكعبلش نفسك فيه خالص خالص خالص. طيب ايه تاني يا مستر صوته مختلف؟ هديك بقى صوت خطير، ده يا نهار ابيض، ايه ده؟ ده اسمه، اسمك ايه؟ اسمي سي، صوتك ايه؟ صوتي يا اما س س س، صوتي يا اما ك ك ك، يا اما س س س، يا اما ك ك ك.
طب انا هعرف منين انت صوتك انت حرف تخين جواك جواك صوتين اتنين، واحد زي الس والتاني زي الك س ك. طب انا هعرف ازاي؟ بص يا سيدي، هتشوف الكلمه اللي فيها السين وتقول يا سي يا سي، كلمه زي دي هقول له يا سي، هقول لك س س س، ولا اقول لك ك ك ك. يا لهوي اقولها ايه؟ بص هتيجي عند السي وتخبط عليه وتقول له يا سي، اقول لك ايه؟ هيقول لك بص على الحرف اللي بعدي، الحرف اللي بعدي لو لقيتني اي او اي او واي قول لي س س س، لو لقيتني اي حرف تاني قول لي ك ك ك. تعال نجرب يا سي، ايه الحرف اللي بعدك؟ انا ايه يا عم عماد؟ ايه ايه اهو يتنطق ايه؟ س س س، يبقى سنت 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 سنت. طب يلا نجرب كلمة كمان، الكلمة دي اقولها سيل ولا كيل؟ بالراحة يا سي سي. نعم انت س س س ولا ك ك ك؟ يا عم اسأل الحرف اللي بعدي، ده انت غريب قوي. الحرف اللي بعدي ايه؟ قول لي س س س. ليه؟ عشان انا اللي بعدي ايه. صح، الله ينور. طيب لو جبت الكلمة دي يا سي س س س ولا ك ك ك؟ يا عم اسأل الحرف اللي بعدي ما تزهقنيش. الحرف اللي بعدي اي اي اي، يبقى س س س تبقى سينما سينما سينما. طيب لو جبت الكلمة دي اقول له يا سي انت س س س ولا ك ك ك؟ ولا اسأل الحرف اللي بعدي ما تزهقنيش. اهو الحرف اللي بعدي ايه؟ ايه هنا؟ لا ايه هنا؟ لا ايه ده مش هنا، يبقى ك ك ك تبقى كات كات كات. طيب الكلمة دي يا سي هسأل الحرف اللي بعدك ما تعوض ما تزعقليش، ايه او انت من دول؟ او 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 لا مفيش او، تبقى ك ك ك تبقى كم كم كم. بس كده، ده كان حرف السي والصوتين التخان بتوعه. طيب عندي حرف كمان اسمه حرف الجي، الحرف ده تخين برضو، ممكن يقول ج ج ج او ج ج ج زي حرف الجي كده. طب امتى اقول له ج ج ج وامتى اقول له ج ج ج؟ بص الحقيقه دي فيها شواذ كتير جدا، فاللي انا هقوله لك ده ممكن ما ينطبقش بنسبه 60% حتى، بس اللي انا هقوله لك طول ما في حرف الجي، طول ما في حرف الجي بعديه اي حرف تاني ما عدا الاي والاي والواي، نفس الثلاث حروف، اي حرف تاني ما عدا الاي والاي والواي انطقه جيم وانت مطمن. ج ج ج ج ج ج ج، زي مثلا جريد، زي مثلا جايد، زي مثلا جول. بص ج ج ج ج ج ج، ليه؟ عشان ما فيش ولا اي ولا اي ولا واي. هو ده اللي انا طالبه منك، اي حاجة تانية لو لقيت اي لو لقيت اي او اي او واي هنا بقى هنضطر نسأل ونشوف هو جه ولا جه، وده من الممارسة ان شاء الله هتعرف كلمات كتير جدا. فانا مش عايزك تقعد تضيع وقت كتير قوي في الموضوع ده، عشان الموضوع ده مش هتلاقي له نتيجة، يعني غير طول ما في الجي بعدها اي حرف ما عدا الاي والاي والواي انت او جيم ما تقلقش خالص، بعد كده هتنطق بقى الحاجات التانية. بس كده، هو ده، هي دي المشكلة اللي بتقابلنا. وتالت مشكلة بتقابلنا هي البي والبي. بص يا سيدي، حرف البي ده وحرف البي ده الفرق بينهم بالظبط زي حرف الاي وحرف الاو، حرف الاي وحرف الاكس، حرف الاي وحرف الدي، في فرق كبير جدا جدا جدا. يعني ده اسمه بي، بي كده كأن في هوا، لو قلت لك بي ام طيرك من الكاميرا. ايوه هو كده، بي 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 بيو. بص بيو 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 قنابل، لكن ده بي بي بي، فيش قنابل، في قنابل؟ مفيش قنابل. بي بي انت عايز تدور على القنابل؟ مفيش قنابل، مفيش قنابل. البي اللي بيطلع قنبله هواء يطيرك، لكن البي بص بي عادي بي. تعال نشوف مثال، لو انا عندي مثلا كلمه زي دي وكلمه زي دي، كلمة زي دي وكلمة زي دي، كلمة زي دي وكلمة زي دي،
ركز بقى معايا خالص، خلي بالك الحرف ده مش عندنا في العربي، الحرف ده اللي عندنا منه في العربي هو حرف الباء، لكن ده حرف مش موجود منه في العربي، فركز معايا. هنا الكلمة دي لو هنطقها هقول عليها بوي، با 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 بوي بوي. طبعا انا ممكن اكون بأفور في الصوت شوية بس عشان تعرفوا، بوي بوي. طب لو دي بوي بوي بوي، هنا بن بن بن، هنا بن بن بن، هنا بود بود بود، هنا بود بود بود. بس كده، هي دي كانت المشكلة عندي. عايزك تعرف الثلاث حاجات دول عشان ده ملخص الليكتشر بتاعة النهاردة، الفرق بين السي في نطق الاس والكي، والجي بين الجيم والج، والبي والبي. هما دول اهم حاجة عندي في ليكتشر النهاردة، علشان ان شاء الله من المرة الجاية هنبدأ نتكلم عن حاجات مهمة قوي قوي قوي. هنبدأ في الفاولز، وازاي السي في سي ورث بتطلع بشكل بيرفكت، وازاي افرق ما بين الاو واليو والاي والاي والاي. موضوع كبير جدا، بس انا عارف ان انت شاطر وان انت اسد كده، بس خلاص استناك بقى تعمل براكتس بتاعك والهوم ورك بتاع كونكت بلس، تيجي على جروب الفولوينج اب. سلام.